يا أيها الإنسان مهلا انتبه، هذا مقال الصدق غير مشتبه. لقد أتيت ناصحا ومرشدا، عساك أن تلقى بهذا الرشد. موجها نصحي بحسن نيتي، مرضاة ربي غايتي ووجهتي. فانظر إلى هذا الكلام واتعظ، وكن نبيه فكري حاذقا يقظ. اعلم هديت للرشاد والتقى، بأن لله الدوام والبقاء. فكل ما مضى أخي لن يعود، الأرض تفنى والسماء والوجود. أمس مضى واليوم ذا سيرحل، وذاك يوم قد أتانا يعجل. وهذه السنون يطويها الفنا، في لحظة نموت لا نبقى هنا. فهل ترى الأمس الذي قد انقضى، كأنه خيال طيف أو مضى؟ أجسادنا نحو القبور تدفع، ونحن في لهو الحياة نرتع. الموت يأتي بغتة فلا نعي، متى يقال ذا الفقير قد نعي؟ انظر إلى أهل القرون الماضية، فهل ترى لهم هنا من باقية؟ فأين كسرى والسرير قيصر؟ وأين من لذ الديار عمر؟ وأين قارون؟ وأين ما ملك من الكنوز في العذاب قد هلك؟ أين الملوك والسلاطين الأولى؟ وأين من رموا الوصول للعلا؟ أين الذين للقصور شيدوا؟ أين الذين في الحياة مجدوا؟ لقد فنوا وما بقي منهم خبر، أليس في فنائهم من معتبر؟ قد فارقوا هذه الحياة للأبد، هل تحس أو ترى منهم أحد؟ هل تحس أو ترى منهم أحد؟